حاجه تانية برضو بسال نفسي فيها، يعني احنا شفنا اللياقه البدنيه الكويسه جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. صحيح. الناس اللي كانت بتطالب بعدم عوده الدوري رايهم ايه لو ما كناش لعبنا دوري يا كابتن هاني؟ يعني احنا دلوقتي هل حضرتك نقدر نجهز بالفورمه دي من مباريات وديه؟ لا مستحيل. مستحيل مستحيل. وده يعني دي عملت حاجه ايجابيه اهو، ان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي في النهائي وبرده نادي الزمالك في النهائي. فاعتقد رجوع الدوري بقرار مسؤول من الدوله حاجه يعني ادت حاجه ايجابيه جدا سواء للنادي الاهلي او للزمالك وممكن برضو لبيراميدز في الكونفدراليه. ان شاء الله باذن الله، لان ده كان عامل اساسي برضو ساهم حتى التقارير المغربيه وبعد الناس الصحف. والصحف قال ان العامل البدني كان مهم جدا جدا في فوز طبعا النادي الاهلي واقف على رجله بشكل فارق كويس. فارق كبير. فبنرجع تاني نقول لك طب والناس اللي ما كانتش عايزه الدوري بتقول لك احنا مستحيل اللعيبه دي كانت مستحيل تبقى جاهزه. مباريات وديه دي حاجه ثانيه يا كابتن هاني، عارف حاجه تانية غير المباريات الرسميه خالص. فاعتقد برضو يعني الدوله بتثبت رؤيتها او حتى اللي كانوا مؤيدين ويوم عن يوم يعني خلاص ده بياكد لك يعني بنسبه 100% انه قرار عوده او استئناف الدوري مره تانية هو قرار صائب جدا. بدليل احنا دايما كنا بنقول ان عوده الدوري هو تجربه وبروفات للماتش بتاع امبارح واللي جاي كمان. لا والفارق كان كبير جدا امبارح حضرتك، يعني امبارح يمكن النهارده اتفرجت انا شويه بس على على المغرب على الرجاء والزمالك. بس امبارح العامل البدني فارق، يعني في فرق كبير جدا جدا، يعني يمكن ما اعرفش كابتن هاني حضرتك تأيدني ولا كان يعني كان واضح حركه اللعيبه النادي الاهلي اسرع، المرونه، السرعه، الارتداد. واعتقد النهارده كان كده برضو، يمكن ما اتفرجش برضو، ممكن حضرتك ما اتفرجش قوي. لا ما اتفرجش.